السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة نزلت في اليوتيوب خاصة بالفيديوهات القصيرة، زي ما انتم شايفين ده فيديو قصير عدى المشاهدات تقريبا 3000، فلكن الأرباح المقدرة 0.01 دولار، يعني محتاجين مثلا يجي 500,000 مشاهدة عشان نجيب لك 1 دولار، حاجة كده رهيبة. طيب فالفيديوهات القصيرة في اليوتيوب ما تقريبا ما عادش أرباح، الا بقى لو قناه خاصه بالهمبقه والحاجات دي. طيب ايه الخاصيه الجديده اللي نزلت؟ هتلاقي حاجه هنا اسمها ريليتد فيديو، دي بقت موجوده، اللي هي عباره عن ايه؟ ان هو في الاخر هيحط لك فيديو تكون طويل شويه، بحيث ان لو حد مثلا عجبه الفيديو دوت القصير يبدا يروح للفيديو الكبير. يعني ممكن يكون انت عندك فيديو مثلا نص ساعه، تبدا انت تعمل منه فيديو لمدته مثلا دقيقه، فاللي يتفرج على الفيديو دي ده يشده بحيث ان هو يتفرج على الفيديو الطويل. فانا اشوف اقرب فيديو للقصه ديت، تمام، وابدا ان انا احط الرابط بتاعه موجود، بحيث ان اللي يتفرج على الفيديو ممكن يدخل على الفيديو دوت. انا شايف مثلا بالنسبه لي ان ده هو انسب واحد، خلاص هختاره، هيبدا يظهر معايا على الفيديو القصير. فدي خاصيه يعني اعتقد تعويضا على المشاكل، او تعويضا ان الارباح قليله جدا في الفيديوهات القصيره. يعتبر هو ده التحديث الكويس في الفترة الأخيرة، لأن يعني أغلب التحديثات كانت سيئة إلى حد ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة نزلت في اليوتيوب خاصة بالفيديوهات القصيرة، زي ما انتم شايفين ده فيديو قصير عدى المشاهدات تقريبا 3000، فلكن الأرباح المقدرة 0.01 دولار، يعني محتاجين مثلا يجي 500,000 مشاهدة عشان نجيب لك 1 دولار، حاجة كده رهيبة. طيب فالفيديوهات القصيرة في اليوتيوب ما تقريبا ما عادش أرباح، إلا بقى لو قناة خاصة بالهمبقة والحاجات دي. طيب إيه الخاصية الجديدة اللي نزلت؟ هتلاقي حاجة هنا اسمها ريليتد فيديو، دي بقت موجودة، اللي هي عبارة عن إيه؟ إن هو في الآخر هيحط لك فيديو تكون طويل شوية، بحيث إن لو حد مثلا عجبه الفيديو دوت القصير يبدا يروح للفيديو الكبير. يعني ممكن يكون انت عندك فيديو مثلا نص ساعه، تبدا انت تعمل منه فيديو لمدته مثلا دقيقه، فاللي يتفرج على الفيديو دقيقه ده يشده بحيث ان هو يتفرج على الفيديو الطويل. فانا اشوف اقرب فيديو للقصه ديت، تمام، وابدا ان انا احط الرابط بتاعه موجود، بحيث ان اللي يتفرج على الفيديو ممكن يدخل على الفيديو دوت. انا شايف مثلا بالنسبه لي ان ده هو انسب واحد، خلاص هختاره، هيبدا يظهر معايا على الفيديو القصير. فدي خاصية يعني اعتقد تعويضا على المشاكل، او تعويضا ان الارباح قليلة جدا في الفيديوهات القصيرة. يعتبر هو ده التحديث الكويس في الفترة الأخيرة، لأن يعني اغلب التحديثات كانت سيئة إلى حد ما.